مشاهدين اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم مهمسات عابر من خلال الفضائيه القبطيه قبت سات بنرحب بكل احبائنا المشاهدين بيشاهدونا اليوم وحلقه انا في نظري تعتبر مميزه جدا واكيد في نظرك عزيزي المشاهد تبقى مميزه جدا لان كل انسان محتاج لموضوعنا النهارده والبركة اللي الرب هيديها لنا النهاردة وبيسعدني ويشرفني يكون معايا أستاذي وأخي الكبير أهل. جناب القس جمال عبد باركة. المسيح رئيس كنائس النعمة بمصر أهلا بيك, أهل أهل بيك يا أهلا بيك الله أهلا ربنا سعيد أن أكون معكم وسعيد أن أقضي وقت مع الإخوة المشاهدين امين واثقين ان رب يدينا يوم مميز النهارده لان احنا بنتكلم عن حاجه مميزه لحياتنا امين, أمين. ربي يباركك يا وبما ان حضرتك رئيس كنائس النعمه وده اسم بصراحه ليه مغزى ومعنى جامد قوي 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 فالرب شغلني ان احنا النهارده نتكلم عن نعمه المسيح ايوه الحقيقه احنا كنيسه احنا كنيسه النعمه أمين. بس النعمه بتاع بتاعت كل الكنائس امين طبعًا. يعني, طبعا يعني مش بتاعتنا مخصوص احنا أمين. في يعني بدايه حلقتنا حترسيست دعنا كده في طلبه صلاه امين اسوه. يا ابانا نشكرك من كل القلب أعمل. من اجل النعمه اللي احنا فيها مقيمون نشكرك من اجل الايام التي يا رب عيونا انفتحت على نعمتك اذكر يا رب كل المشاهدين وعبدك الذي يقدم البرنامج واعطينا لحظات يا رب مميزة فيها شعبك يا رب يعرف قيمة شخصك المبارك في اسم يسوع أصلي أجيبا يا بنا ولك كل المجد آمين آمين, رب يبارك يا حضرة أسيس ندخل دياره بالحمد وبالتسبيح نعم. ونقول بما أننا بنتكلم على النعمة أيوه. له يا رب بفضل نعمتك هللويا <applause> وعمق رحمتك هي فعلا اتي لمحبتك وارتمي عليك جميلة فعلا يا رب فعلا يا رب انا محتاج نعمتك الغنية <applause> ايوه طبعا مبارك اسمك ايها القدوس <تصفيق> 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 مبارك, <تصفيق> مبارك اسمك هللويا هللويا وعمق رحمتك آتي محبتك وارتدي عليك ارمي طمع قلبي وشوقي وحبي وراحتي وحاجتي في تحملك تحمدك هو كان الحنين بشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح قلوب أمامك تذوب فاسمك مهول وأنت سيد يا سيدي، الهي صخرتي حسني وقواتي وكل بهجاتي بقربك يا يسوع يا فرحتي بك قلبك أحبك يسوع تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله فأنت

لسي لما بنتكلم عن النعمه الواحد ما بيقدرش يمسك نفسه طبعا لان طبعاً. كلمه النعمه يمكن بمفهومنا البشري او الناس الغير مؤمنين م. او الناس الغير مسيحيين بيبصوا للنعمه انها لقمه للواحد بياكلها ايوه يقول لك يا عم بص النعمه دي ركنها على جنب يعني يعني مفهومه مفهوم مادي دي بركه ربنا لكن نعمه آه. ربنا حاجه تانية بالظبط كده آه. لكن لما نيجي نتكلم عن النعمه م. عايزين بس كده نقرا م. مع بعض كده هو في ايتين بيشدوني قوي م. في رساله روميا وهي فلسفه الكتاب المقدس آه الاصحاح الخامس آه اول عددين بيقول فاذ قد تبررنا بالايمان نعم. لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمه التي نحن مقيمون التي نحن مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله التي نحن مقيمون فيها التي نحن فيها مقيمون نعم. النعمه اللي بيقولها الكتاب هنا هو بالروح القدس على فم بولس الرسول هذه النعمه وهذه النعمه هي نعمه المسيح ما هياش نعمه بشر اولا عايزين نفسر معنى كلمه النعمه وبعدين نحددها ونخصصها بمعنى كلمه نعمه المسيح نعم فنقول النعمه ما, هو ما هي النعمه او ما هو المقصود بكلمه النعمه ايوه آه انا لما بدي واحد اجره اشتغل عندي نعم. فلما بدي منه بياخد هو مش بشحته بحاجه ولا بدي له حاجه هو اشتغل فخد اجرته. نعم. لكن واحد انا بدي له حاجه ما عملليش حاجه لم يعمل لي اي شغل وحطيتها له دي نعمه دي حاجه ما عملش حاجه دي اسمها عطيه مني. طب ما حسنه؟ بالنسبه لل مش ح... مش حسنه بالنسبه لان الله لما خلقنا احنا بالخلق اولاده. آه. فمش ممكن الله بيحسن على اولاده. طب ما أه. هو يجي يقول مثلا من سالك لا, تو... لا يعني ما... ما... اعطيه من سالك اعطيه ايوه الرب هو... قال لنا هذا الكلام هو هو اي واحد يسال ربنا ده عاوز اقول لك حاجه غريبه في نعمه ربنا وصلها الرب بطريقه ما حدش يقدر يتخيلها يعني يعني وصل يعني الله لما خلق السماء خلقها لكل البشر وما خلقش مكان في جهنم للانسان نعم بس هو الانسان اللي بيوضي نفسه جهنم مره لما قال الراجل اللي قرع على صدره قال ارحمني انا الخاطئ نزل الى بيته مبرر, مبرر. الراجل على اللص على الصليب عمل حاجه غريبه هو على الصليب بيقول له اذكرني متى جئت في ملكوتك ايه ده لا قال له خلصني ولا طهرني ولا طوبني ولا بكى على خطاياه ولا اذكرني يعني زي واحد يقول له انت رايح القدس اه راح تزور قبر المسيح له طب وبذكرني هناك هياخدوا قبر المسيح هو لا مش هياخدوا هياخدوا فين يا عمي ولا هوديه ولا هناك بس بقول له اذكرني حاضر يا عم نذكرك لكن لا هيشوفها ولا ولا, ولا ولا, يخشها ويذكره لكن المسيح لو كل مجد انه بيحب يدخل الناس السماء ومصر ان الناس يوديهم الابديه السعيده قال له مش اذكرك انت هتكون معايا على بعضك كده خانك انت الفيردوس. حرامي ونشال وقتل قتلة خاطف الفردوس الراجل ده مش اللص ده مش لص يعني بيع يسرق محفظه هم بيعملوا له ايه له الصليب الرومان زمان كانوا بيحاولوا يامنوا الطرق تقطع وكان طرق. وكانوا, وكانوا آه. وبعدين سبب انتشار الانجيل في ايام الرومان انتشر ليه؟ لان كانت الطرق امينه او امنه فكانت الناس تطلع تكرس فكانوا مسيطرين على ذلك في الوقت ده الرومان كحكام فاي واحد يقطع طرق او يعمل كذا كان يشنعوا فيه بالموت يعملوا له ميتة شنيعة جدا عشان اي واحد ما يجيش في مخه يعمل حاجة زي كده فده من ضمن الناس اللي قتل سرق موت ناس فحطوه على الصليب علشان يعلموا الناس اوعى تيجي في مخك ولا يسوغ فكرك انك تعمل حاجه تاني زي كده اي حد يعملها فكان يعني شخص مش واحد عادي واحد مجرم جدا هو على الصليب كده انا يعني صعب يعني بيقول لي التاني انا وانت بعد نستحق الكلام ده لكن يعني ده ما يستحقش قال له اذكرني متى جئت في ملكوتك انا مش طمعان على فكره ان اروح ملكوتك لان انا ما... لان انا مش قادر لكن شوف النعمه يقول له اليوم تكون معي في وردوس قال حاجه تانية اصعب من كده ربنا عشان الناس عشان المشاهد اللي سمعني اذا ما تبش يبقى هو المسؤول عن نفسه بيقول ايه التفتوا الي واخلصوا عارف لما تبص لي كده تخلص من غير من غير ما تقول حتى ارحمني من غير ما تقول خلصني من غير ما تعمل اي حاجه شوف النعمه اه متلكك زي ما بيقول مثلا ربنا متلكك ودي ناس السماء مستني ان الناس تبدا بس الخطوه الاولى هو انا, قال مستنى التابتو يا عم التفتوا آه. علي التفتوا بس التفتوا التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض آه. يعني مش بيتكلم عن شعب اسرائيل قال بيتكلم بنبوه عن اللي في اقاصي الارض نعم آه. دي دي نعمه ربنا محبته لانه على فكره لاحظ المسيح لما جه آه بطرس قطع ودن الراجل هو يعني قال له رجع سيفك الى غمده لانك يعني ما تعملش كده السيف بالسيف يؤخذ لا لا ده الكلام ده لقصة قصه كبيره لسه قصه كبيره اللي فاكر الست اللي جاءت الى سليمان وجايبين ولدها فلما جايبين ولد جايبين الولد هو دي بتقول ولدي ودي بتقول ولدي فسليمان بحكمته قال يا سياف قال نكسم الولد نصين نعم الست اللي ولدها هو ده قال لا 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 موتوا ادوه وحبت يعني تدوه ولا يموتش يعني دي ولدها صح يعني حسب لان الثانيه دي قالت نكسمه نك 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 ابليس منذ الازل القتال نعم وكل شخص بيكتل فهو ابن ابليس لكن المسيح له كل مجد لانه دي خليقة ولده مش عايز يوديك جحيم فاذا انعم على عياله ده محبته لاولاده مش مش معناها انه يعني ده صعب ان يعمل كده ده انت ولدي وكل الخليقه دي ب ب هو خلقها دي تبعه اللي مش صاحب النفوس دي مش صاحب الولد دي قالت وديه خليه يموت نعم يروح يعني وخلاص يروح لأي مصيبة كل واحد ياخد دوس هيقعد <applause> تموته لكن المسيح لأنه إله محب وعنده يعني فيقول كتاب إيه إنه عطى الإنسان أن يتمتع بنعمته لإنه ده ولده نعم. طب لو احنا لو إحنا قلنا نقطة النعمة بحسب اللي حضرتك قلته دلوقتي يأكد إن النعمة احنا كبشر لا نستحقها طبعا طب ولكن الحقيقة اه ولكن الله تنازل واعطاها لنا بدون مقابل هاي بس منزل الاذل بيحبنا اه يعني ايه لا يعني اقول لحضرتك في بعض يعني احنا ما نستحقهاش انا لما النهارده سوري بالتعبير اشتري مثلا ساعه اشتري ساعه بعض الناس تقول كده اشتري ساعه هي ما تسويش خمسة دولار وأشتريها ب 1000 دولار ابقى انا مش بفهم شيء. يبقى مش مظبوطة. صح. الله خلق الانسان فغالي عليه يساوي ثمن. وثمنه هو دم يسوع. وثمنه دم يسوع. نعم. فالنعمة لما أعطاها ربنا دي ناتجة مش مش ناتجة اني نعم انه عطانا ببلاش لكن هو بيحبنا واحنا تمنا غالي عنده. احنا يعني ثمنت. عشان احنا غاليين عنده يوم هو يدينا عطيه احنا لا نستحقها وبدون مقابل آه طبعا انت, هو انت لما الواحد بيحب عياله بيموت نفسه عشان يعيش عشان هو بيشتغل بيشتغل وبيموت عشان يطلع الحاجه لعياله صح يعني الناس النهارده اللي بيجيلها لها ضغط وعيانه وبسكر وعيانه وتطلع تشتغل ما هو ممكن ياكل اي حاجه هو لكن هو عاوز يطلع حاجه لعياله المحبه بتاعت ربنا اللي مالهاش حدود اللي ملاش طول ولا عرض بذل نفسه داود زمان في العهد القديم قال تعبير غريب مع انه ملك ومحبوب وفتش قلب داود وابن يقول ايه كل احكامك يا رب عدل يعني انت اللي بتحطه فيا انا وبتعاقبني بعيال اللي مات واللي وبنتي اللي حصل لك هذا وده ده انت عادل انا عملته وتستحق كل احكامك يا رب عدل وبالحق اذللتني عندك حق انا مش يعني ما ظلمتنيش انت عطيتني حقي يعني خدم لكن لتصل رحمتك يعني ايه رحمتك؟ يعني سامحني لما واحد يقول انا ما عنديش فلوس ما تحبسنيش حرام عليك ارحمني فالراجل لما يجيب الراجل اللي قدامه المديون قدامه صحيح انه خد منه فلوس وداين وعارفه انه ما عندوش فلوس وان حبسه لازمه يا عيني هنعمل ايه ما عندوش فلوس ح... ح... مدرك ح... فيرحمه النعمه مش ترحم اه وده كان هسالك السؤال ده حتى آه. الفرق ما بين النعمه والرحمه والهبة ايوه, أيوه. آه. ثلاث حاجات دي ايوه آه. آه. الرحمه اه ان انا بشوفك محتاج رحمتك خلاص النعمه لما جه الابن الضال لما جه ابن الضالة يقول الكتاب عنه ايه لما جه جاي بلبسه بي الفلوس اللي خدها ضيعها ابوه ما سالوش فين الفلوس يا ابني ايه اللي حط ايه اللي خلى هدومك كده توسخ بالشكل ده ايه اللي خلى شعرك يبقى شكل كده قال اخلعوا عنه الملابس بتاعته لا قبل كده كمان ده رقد اليه يعني جري ده ركضه. وقع على عنقه وقع على وقبله يعني قبله بريحته حضنه. قبله بريحته نعم يعني ما خلي بالك لما لبس وتزين وبتاع اخوه ما يخش ما لما لو شافوا اخوه قبل كده كان عامل ايه؟ كانت مشكله تاني يعني يعني وهو ولابس وقالع وخدم في ايديه وقاعد على كرسي ومتسلطن كده وابوه نظفه وده خدله له ساعتين يغسلوا فيه ده يعني عشان عشان ينضب من حاله الريحه اللي كان فيها هو ده يعني وتوضب واتحلق وجاه مش عاوز يخش نعم يا ربنا يعني مرة واحد راح يتجوز خطب واحدة نعم وبعد ما خطب واحدة ولد وحيد غني جدا مبسوط وابوه بيحلم بانه يجوزه ويقول له تاخد دي لا تاخد دي لا تاخد دي لا مش مش قبل ولا واحده وبعدين لما جاب بعنا فرح دخل عندها ويزورهم لقي البيت فقير والبيت سودة جدا وعينها وعينيها مش مش واسعه زي ما تخيل وكل يعني المناظر بعدين بيقول له يا ابني ايه اللي انت عملته ده؟ تاخد الفقيرة الغلبانة اللي شكة قال له ممكن يا ابويا تاخد عينيا وتشوف البت دي من عينيا انت شايفة كده لكن انا في عينيا يا ابويا دي ملكة الجمال يسوع شايفنا من محبته الكبيرة يعني خلتنا احنا جمال واحد لما يحب واحدة ويجنن ويقرب الدنيا يأخدها هي مش اجمل واحدة بس وقع حب فيها احنا مش إجمال ولا حس كويسين لكن يسوع وقع حب فينا فنعم الرحمة انك تسيبك لكن شوف ضعوا خاتما في في يده يعني الخاتم ده عبارة انه يبيع ويشتري بيه كختم ده رزم من الملك الملك لا. يعني واحد يقول انت ضيعت فلوسك وخلاص اقعد واقعد عندنا والحمد لله واقعد وكل من معانا لا ده خد وضعه وخد مركزه وابنه وعطول مركزه دي النعمة انك تنظفك وتغيرك وتدي لك وضعك ومكانتك اما هبة الله دي هباته كتيرة ملاك اقول لك الله بيهب لينا الخلاص والمجد والمواهب والاستخدامات العجيبة اللي عملها ربي مع حياتنا طب ايه الفرق ما بين الهبة والنعمة يعني احنا قلنا قلنا الرحمة ان الانسان يرحم من شيء عفي عنه خلاص آه كده يعني ما هو كان غلطان وخلاص خلص أيوة النعمة ان انا بديك حاجة انت غير مستحق لها اساسا ايوة الهبة ايه بقى المؤمن لما يتميز روحيا يقول له كده لنا مواهب مختلفة المعلمة في التعليم لا الهبة مش الموهبة الهبة اه الهبة ان واحد ياخد هبة هبة وهب يعقوب مرة يعقوب وهب ليوسف هبه للبير وهبه ليعقوب يقول وهبه يعقوب لابنه يوسف لابن يوسف دي كانت هبه تختلف جدا عن كل ولاده يعني تميز تميز يعني بيقول الست انت اعظم من ابينا الذي أعطاني هذا البير اللي كان وهبها لابنه يوسف نعم فدي هبه معينه يعني بحيث ان يبقى في مؤمن خد نعمه وخد تميز من هبة الله العظيمة يعني إذا أثبت يعني رجوعه ورجوع لربنا انه ليه انه في عمق مع الله وفي علاقه قويه مع الله، الله بيبتدي يتمتع بهبات جديده مميزه تختلف في الاستخدامات. طيب لو احنا جينا شفنا كلمه ربنا هون في رساله افسس مثلا وده الاصحاح الشهير اللي بيتكلم عن نعمه الله او مم. نعمه يسوع الغنيه ايوه اللي بيقول لنا الروح القدس فيها ان الانسان كان ميت بالذنوب والخطايا، احنا كنا اموات بالذنوب والخطايا ايوه لكن يجي يجي في اصحاح الثاني وعدد خمسه ويقول ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمه انتم مخلصون. ايش دخل النعمه في الخلاص؟ مش احنا مخلصين بدم يسوع؟ ايوه صحيح طب ما للنعمة وما الخلاص في الحته دي؟ اه طب اي خلاص انت اخذته هتاخده هتاخده على اي اساس؟ انت في حاجه يعني ببلاش؟ لا طب اللي يبقى بس النعمه ببلاش مش أنت قلت دلوقتي آه. إن النعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحقها النعمة مش ببلاش لمن مش لا, لا يستحقها أيوة بس النعمة مش ببلاش طيب أمال إيه ثمنها؟ يعني إن الناس اللي فاكرة النعمة لا مفيش حاجة نعمة ببلاش إيه آه. ببلاش إزاي؟ واحد يخش ده أنت لما تركب قطر لغاية مشوار لغاية هنا لازم تدفع فلوس آه. ركبت أتوبيس تدفع فلوس النعمة مش ببلاش في واحد إيه دفع ثمنها إيه في واحد دفع ثمنها في واحد دفع ثمنها يعني أنت يعني زي بالظبط إحنا احنا في, احنا انت يعني احنا في كاليفورنيا واحد عزمني أه. ودخلنا المطعم واحنا داخلين المطعم خدنا ست سبعة تنفار معاه ورحنا دخلنا كنا في واحد دفع انا ما دفعتش ولا اعطيتش للراجل حاجه انا دخلت كلت ونقيت كل الاكل والشرب الراجل اللي واقف على الباب يكلمني عليه ملوش حاجه عندي إليه. انت عاوز مني ايه يعني انا الراجل اللي قدام ده اللي دفع لك الفلوس وانا طالع اقول مع السلامه يا باشا سلام سلام يا بيه السلامه يعني متشكرين لان في واحد دافع اه ما قالش الموضوع مش عمليه كل الذين نظروا اليه استناروا استناروا يعني هي احنا بنقول مجانا بالنسبه لي انا لكن بالنسبه لله ما كانش مجانا مم. كان المسيح دفع ثمن النعمه واحنا وكاولاده يعني انت لما لما اولادك كانوا في المدارس كان الولد يروح مدارس وتجيب العربيه تجيبه وتودي والعربيه تجيبه وتجيبه ويروح ويجي وبتاع ببلاش ده ولا انت اللي دافع؟ انا اللي دافع طب بالنسبه له هبه لي نعمه ليه هو لانك ده ابنك مم. فما اللي عمله ربنا اذا صدقت كل الذين قبلوه اول حاجه اعطاهم ان سلطان ان يسيروا اولاد الله فنعمة الله تمشي معهم يعني معنى الكلام ده ان النعمة هي التي خلصت الانسان ولا هي نفسها تمن خلاص الانسان النعمة هي خلصت وتمن الاثنين تقدر تقول الاثنين مع بعض ليه, ليه؟ لان انت ساعة ما جيت ما حدش يقبلك اه محدش يقبلك لكن لولا نعمه الله ما كانش عينك تنفتح وفتح الرب قلبه لديه وفتح يعني انا شخصيا يعني كنت في مدرسه انجيليه زمان في ايام اعدادي وكانوا بيقولوا لي يعني حضرتك بين الحصتين والثلاث حصص في الشاب المعين تدخل الاجتماع تسمع قصة وتسمع كلمة تقول لا أنا ما بخشش كنائس إنجيلية طب انت دي مش اجتماع ده ده, ده, ده فترة كده تسمع فيها كلمة ربنا أو تسمع ترنيمة وتسمع ايتين وتمشي فقصة الدين عشان ما دخلتش الاجتماع راح اعطوني عشر يعني خمس عندنا الجمعة والحد كانت أجازة خدت عشر عصر عشان ما دخلتش فالاستاذ اللي هو بيضربني ب... بالعشر عيسي عشان ما رحتش اجتماع بعد ما خدت العشر عيسي قلت له يا استاذ قال لي ايه؟ قلت له ممكن تدينا عشر عيسي بتوع الاسبوع اللي جاي عشان الاسبوع اللي جاي انا مش جاي الكنيسه. مصر ما اخدش الكنيسه. وكنت بقول بس الكنيسه بس اخشها مرتين في عمري. مره لما اتجوز ومره لما اموت. مش داخل الكنيسه خالص. اي كنيسه يعني. النهارده انا <applause> نعم. نعم. في الكنايس. <applause> وربنا افتقدك وغير وغير حياتي. نعم <applause> <applause> فلولا نعمه ربنا انه ابني يعني ابني رغم عنادي رغم ده فهي هي إيه قبلتني واقمت فيها بنفس الوقت. عمل عمل نعمه ربنا ونعمه ربنا موجهه لكل الناس الله مش ده بيقول عن بولس بولس كان ارهابي انا بسميه بولس ده زي اسامه بن لادن بالظبط ايام ما كان شاول بس ايام آه ايه بولس ايه بولس ايه ايه ما كان باليهوديه اه يقوله يقول ايه شوف انا مفتري ده هو اللي بيعترف ده هو بيقول مفتري ده الكتاب بيقول كان ينفس, يعني ينفس اه يعني ايه ينفس زي الثعبان يطلع سم الاسد يزأر الثعبان ينفس يعني ضارب سم على طول وبي وبي وفرحان انه بيقدم خير لربنا هو اللي بيعمله ده مش, مش انسان ربنا عارف انه بيقدم خير لربنا ما كانش يعلم نعمه ربنا تتقابل معاه في الطريق وهو بي واخد رسائل بقبض على ناس معينه يعني رسائل ايه دي؟ يعني واخد قرار بقبض على فلان وفلان 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 راح يقبض عليهم هو راح يقبض عليهم قبض عليه ربنا بس بالنعمه غيره بالنعمه مش ب... مش بالسيف ولا بالقتل ولا بالموت ويقول له الكلام ده ماذا تريد مني يا رب افعل اعمل ايه كان قادر يقول له كان قادر يقول له تعمل ايه سابوا ثلاث ايام اعمى مش شايف محتار سابوا بيطيب فيه بي بيقلبه بي بي بيتعامل معاه عارف النتيجة ورا كده اني لما اتقابل مع حنانيا الرب كلم حنانيا قال له يا رب الراجل انت مش عارف مين انت تبعتني ليه ده عملي بقدسيك وعمل وعمل قال له أوريك كيف يتألم من أجل اسمي مين اللي, اللي اتقابل مع الرجل ده وعطاء الرسائل الجميله دي وسفر روميا اللي احنا بنحكي بيه دلوقتي آه. نعمه ربنا آمين. على فكره نعمه ربنا من الاول والاخر طيب الراجل اللي على الصليب عمل ايه عشان يخش السماء؟ ما عملش حاجه ده ايده متسمره في الخشبه عمره ما عطش شحات مليم ده كان بيسرق ده قبل كده كان بيقتل ويسرق قطع طريق يعني كان عمره ما عطى حد حاجه ايه رجليه متسمر على الصليب متقابل مع بعضهم على الصليب رجليه عمره ما راح زار زياره عمره ما راح كنيسه عمره ما راح كنيسه عمره ما صلى عمره ما عمل حاجه لكن النعمه النعمه اقول لحضرتك حاجه لما لعازر مات وضعوه في القبر. وقعد يوم واتنين وتلاتة وبعدين جه يسوع قابلهم خارج البلد وخد مريم ومرسى والناس اللي قاعدين طلعوا وراهم فكروه انه رايحين يبكوا على الميت. وقف قدام القبر يسوع وبعدين قال للناس ارفعوا الحجر. الناس قالوا ايه؟ الشخص ده اللي هيجوم الميت ما يقدرش يشيل حجر اللي بيعين من ما يقدرش يشيل حجر لا يقدر يشيل حجر طبعا بس ليه الحجر الحجر اللي كان على قبر اللي الحجر اول وصايا جاءت جت على الحجر وكانه بيقول ارفع الشريعه ارفع الناموس عشان نعمه الله تقيمك. هللويا. هللويا. بالظبط ده بيفكرني بالمشهد اللي كان على جبل التجال يا حضرة عزيز. نعم. لما نعم. المسيح ليه كل المجد يسوع المسيح تغيرت صورته واخذ الجسد الممجد وظهر بنوران بنور ومجد وبهاءه والتلاميذ اللي ما كانوش يعرفوا لا موسى ولا ايليا ما عصروهمش لكن عرفوهم بالروح القدس وبطرس يقول له نعمل ثلاث مظال واحده ليك يا رب وواحده لموسى وواحده لايليا لكن السحابه غطت موسى الذي يرمز الى الشريعه وايليا الذي يرمز للانبياء والناس جميعا علشان يقول النعمه موجوده ان يسوع وحده ليس باحد غيره الخلاص وهو ده نعمه يسوع نعمه المسيح نعمة الرب القدوس اللي غطت الكل سحابة المجد واختفى موسى واختفى إليه اختفت الشريعة زي ما قال التلاميذ دحرجوا الحجر لأن ما فيش حجر بعد كده ناموسي أنا هو اللي هيدي الحياة لكن الحجر كان مدي موت في العهد القديم نعم. قال تعبير جميل الجميع زاغوا وفسدوا نعم عارف لما لو قال البعض زغوا البعض فسدوا الجميع اقول انا أتلي تهت بس ما فسدتش آه. الف... ف... يعني فسد الانسان طب النهارده الفسد ده يعني يعني لما تجيب لحمه وتسيبها بره تعفن باظت باظت آه. تستخدم تاني لا ما تستخدمش طب ازاي الفاسد ده يقدر يتحرك تاني الا عاوز معجزه اقامه ميت نعم فالانسان فسد عشان كده راح للعذر في اليوم الرابع ايوه عشان يكون انتن انتن فلما مين اللي يقدر تخيل الفسد ده واحنا جبنا له اعظم برفانات في فرنسا ومن هنا وحاطين عليه هل صحيح اذا غطينا عن فساد محدش يشمه من كتر البرفانات لكن الفساد موجود صح تقدرش ايه اللي بيحدث محتاج الى حد يقول له قم محتاج حد يقول له قم وده اللي بيحدث ان المسيح بنعمته اقامنا النعمه يقولها لنا هنا هو في أه. افسس رساله افسس لما بيقول بالنعمة انتم مخلصون وقال واقامنا معه واجلسنا معه أهلويا. في السماويات في المسيح دي يسوع. النعمه للفاسد نعم المست... ما يصلحش بحاجه ثاني هي اللي بتقوله له قم لما قام بعد كده يتحرك ويمشي والريحه تمشي وكل حاجه وياخد وضعه في الطبيعي نعم. لان مين اللي بيزيل الفساد من حياتنا نعمه ربنا طب الموقف اللي هو مكتوب في رساله افسس ده لانكم بالنعمه مخلصون في عدد ثمانية من اصحاح 2 ايوه نعم. بالايمان وذلك ليس منكم أيوة. هو عطية الله أيوة. هنا ربط قبول النعمة بالإيمان أيوة. طب, طب ليه طبعا. ما تربطهاش بحاجة تانية طب أنا هزعل سؤال برضو ما. أنت سألتني سؤال وهسألك سؤال أمين أيوة. <applause> <applause> ليه ولا تلميذ قعد عند الصليب مع يسوع لأنه خافوا طب مش قادر يشجعهم هو؟ لسه لم يلبسوا قوه من الاعالي. يوم ال50 لا لكن ممكن الله يقدر بقوته كاله ينتزع الخوف ممكن يقدر طبعا ويخليهم يوصلوا للصليب ممكن بس هم كانوا قليل الايمان. نعم الكلام انا بتفق معك لكن ممكن ربنا يديني شجاعه ويشيل الخوف مني ويوصلني ويحميني برضه اكيد في ايده يعمل كده ولا ايه؟ اه طبعا لكن انا متاكد ان الخوف ده حطه ربنا فيهم ليه؟ ليه؟ عشان في الصليب وحده هو يقوم بالفدا عشان ما حدش يكون معاه عشان ما انا كنت مع المسيح مشترك في النعمه لانه هو اللي انعم علينا بها هو يعني النعمه تساوي الخلاص الخلاص هو يخلصنا بنعمته ما ما هو يعني ولا واحد يبقى عند الصليب عشان هو لوحده اللي واقف بيعمل عمليه الخلاص طب ما ممكن يوحنا يقول ما انا كنت موجود انا والست العذراء آه يوحنا كان في موقف ايوه يوحنا كان في موقف مش قادر يشهد يقول نزلوه ما تكلمش كلمه حق ما قالش ده مظلوم ما ما حتى ما دخلش في شهادة هو صحيح وضعه كويس واجتماعاته كويسة لكن ما اتدفعش وقال للشاهد ده كذاب ما كان ممكن يخش المحكمة ويقول الراجل أنا أشهد كذا 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 كان خايف على عمره برضه يعني ما فيش حد منهم وقف عمل حاجة مع هنا اللي, اللي عاوز يورينا ربنا ان النعمه دي عملوا علشان يخلصنا بيها تمام يا طيب لما نيجي نقول نعمه هل النعمه اللي بيقصدها الكتاب هي نعمه المسيح ولا النعمه دي كانت موجوده من قبل تجسد المسيح اقول لك حاجه في ايه مشهوره قوي في الكتاب المقدس كنا حافظها بتقول ايه؟ هكذا احب الله العالم يوحنا 13 ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون أي. له الحياه الابديه هكذا احب الله. يقول ايه؟ هكذا نواصل برنامجنا لما يكون في الراديو هكذا نواصل بر... هكذا نواصل برنامجنا على الموجه كذا و... وعالم يعني احنا على المحطه ما تغيرناش. منذ الازل محبة الله موجودة. بس امتى ظهرت و, و... و... وتلامست وبقت و... واضحة؟ لما المسيح اظهرها على الصليب. يعني موجودة في... في قلب الله منذ الازل في المسيح يسوع موجودة. زي مثلا ايه؟ كان يرمز عصر الناموس. اه اليشا كان بينظر آه عصر النعمة ايليا لما الأنبياء البعل يقول عنهم الكتاب آه وقفوا على على جبل كرمر راح نزل بيهم عند نهر قشون ودفع ودبحهم كلهم واحد ورا واحد لكن بنعمة الله لما إليشا راحوا ياخدوه يقبضوا عليه وتلفوا حوالين الجبل بمركبات قال يا رب اضرب هؤلاء الأمم بالعمى اضرب هؤلاء الامم بالعمى فلما اتضربوا بالعمى خدهم ليشع ودخل بيهم الى الى وسط السامره وفي السامره ملك الملك السامره لما لقي الاراميين موجودين وجوه جوه المدينه قال له اضرب يا سيد قال له لا اوعى تضرب حد دول اعمل لهم وليمه اذا جاء عدوك فاطعمه الرجل الاعمى اللي بار يسوع اللي كان بيحارب بولس أه. حته فنيه قوي في الكتاب دي حته فنيه اوي قال له يا ابليس يا ابو كل يعني شر انت يضربك العام الرب الى حين مالش على طول لما جه لعن بطرس هذا الرجل ودو وهاجمه قال له يضربك الرب بالعمى الى إيه حين مش على طول صح فالنعمه دي بيتكلم بلغه نعمه لانه متشبع بالنعمه كان ممكن بولس يقول له يضربك الرب فتموت او انك انت يعني تعمى على طول لا الى إيه حين ما قالوش بامر انك تعمى على طول الراجل اللي الجماعه جوه عند اليشا فقال لهم لهم وليمه منذ الازل نعمه ربنا لما سقط ادم كان الرب مدبر له فيدها واعطاه لباس لباس الرب آه. وغطاه طبعا يعني اقمصه من جلد يعني عمل ذبيحه عمل ذبيحه بالظبط فكان قدم له الرب يعني ومنذ الازل نعمه الله شغاله بس امتى في زمن اسمه زمن حب اللي جه فيه يسوع المسيح اللي اللي اختارنا فيه وبدات النعمه توضح بطريقه غير عاديه. طيب لما نتكلم عن النعمه، النعمه قلنا ان النعمه عطيه مجانيه وقلنا ان النعمه لكل البشريه. نعم. طيب ايه فائدتها بعد قبول الخلاص؟ يعني ايوه المقصود بالكلمه دي هل النعمه تغير جوايا حاجه؟ او تعمل فيا حاجه؟ لما انا قابلت المسيح وقبلته مخلص لحياتي هل النعمه دي بستفاد بيها بعد قبول الخلاص ولا هي بس ساعه القبول للخلاص انا كنت بفكر ان النعمه عند الصليب نعم واحنا ماشيين برضه لقيت حاجه ابعد من كده تاني زي او ايه هي اقول حاجه في السماء لازم يبقى في نعمه ده احنا خلاص خدنا اجساد ممجده ده انا وانت من غير النعمه في السماء نطلع بره ليه, ليه؟ جبت الكلام ده منين اه قل رايتم في السماء خروف قائم كانه مذبوح الله يبص لينا يقول دول شويه خطاط مجرمين خربوا الدنيا في الارض وبص للخروف المذبوح يقول لا هم قاعدين على احتراق الخروف فحضرتك وانا في السماء موجودين بنعمه ربنا. لا هل النعمه واحنا على الارض مش في السماء؟, السماء في السماء وفي الارض بتعمل ايه معانا؟ هي بعد ما نقبل الخلاص لما نقبل الخلاص نعم النعمه بتخلينا نخجل من نعمته علينا، من محبته لينا، من غفرانه لينا، ازاي بتخلصنا، ازاي تنمينا، ازاي تكبرنا، ازاي تنمينا؟ نعمة طيب ربنا ازاي ياخدنا خطوة خطوة ل... 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 للعمل الالهي ب... ب... يعني في رسالة روما وضح كتير قوي عن عمل النعمة في حياتنا ازاي بتاخدنا من مجد المجد من نور لنور طيب لو احنا جينا بنقول في رسالة روميا نرجع أيوة لرسالة روميا تاني والاصحاح الخامس أيوة. والآية اللي احنا بدينا بيها حلقتنا و اتكلمت هي عن النعمة وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الديقات نفتخر أيضا لا دي عدد ثلاثة عدد اثنين الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان دبعنا. إلى هذه النعمة التي نحن مقيمون التي نحن فيها مقيمون أي. ونفتخر على رجاء مجد, مجد الله, الله. أي. يعني إيه الجزء ده؟ يعني ايه احنا في النعمه مقيمون؟ فيها مقيمون مقيمين ايوه يعني ايه؟ آه اي لحظه من اذا طلعنا من بره النعمه ابليس يدمرنا او احنا تبقى علينا ده يعني ما نقدرش نقف ما نقدرش نقف قدام الله ما نقدرش نقف قدام حاجه ابدا الا امام نعمه ربنا ازاي انك انت تقيم وتعيش وتحيا في حياه النعمه لان إيه حياه الانسان من غير نعمه ربنا يعيش ازاي ولا حاجه يقدر يمشي ازاي هيموت ازاي بيعيش من من غير هوا الواحد المؤمن ما يقدرش يعيش من غير النعمه ويقول بيقول لنا يعني بالايمان الدخول آه. الدخول الى قدام يعني حياتنا بتضعف حياتنا بتفشل حياتنا بي 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 لكن نعمة ربنا ما بتوقفش ما بتوقف بتستمر تعطينا وتتعامل معنا وتلمسنا يعني معنى كده الاعمال التي يعملها الانسان بعد قبوله الايمان هي نتاج طبيعي للايمان اللي جاب النعمة ليه والنعمة اللي خدها بتعمل فيه علشان تحول هذا الانسان من انسان طبيعي الى انسان مؤمن او من انسان يعيش الحياه العاديه كانسانيه الى انسان مرتفع عن مستوى الارض ويصل الى فكر الله بحسب كلمته. انا مره حبيت اشبه الكلام ده في الكنيسه مع الناس. اه. قلت لهم اني مثلا انا دعيت كان ايامها الرئيس حسني مبارك. فقلت تخيل تتخيلوا ان الرئيس حسني مبارك قال لي تعالى في غدا هجديك نعم فانا رحت عند بيت القصر الجمهوري ووقفت عند الباب عاوزين انت؟ قلت له ده الرئيس دعينا اتغدى طب اتغدى ايه؟ يعني انت اسمك ايه؟ قلت اسمي ضربوا الكمبيوتر طلع مظبوط هو الراجل دعين طب ايه اللي شايله انت في ايدك ده؟ انا واخد حاجه في انا الحقيقه لقيت نفسي دعينا الرئيس قلت اخش بزياره يعني يعني ما ينفعش كده اجيب ايدي فاضيه فايه اللي جايبه في ايدك ده؟ انا صدقني انا جايب حوالي خمسة كيلو تفاح حلوين كده يعني كيلو يعني احلى تفاح في البلد الراجل بص كده التفاح بتاعي قال لي التفاح اللي انت جايبه ده؟ قلت له ايه؟ قال لي ده الرئيس بيجي تفاح مخصوص من بره ليه هو دي تفاح وانت لما هتروح السفرة عند الرئيس تلقى مكان للتفاح ده ده مرسومة في ناس رسماها ومشغلة ما مكان للتفاح طب والخمسة كيلو تفاح اللي جايبهم دول راح واخدهم مني ورمهم في صندوق الزبالة قال لي ده ما تنفعش غير كده حاجتك خش انت انا لما دخلت في النعمة فبالنعمة اعمالنا يعني اعمالي انا بتاعتنا الشخصية يقول عنها الكتاب للاسف عارف يعني لما نقرا في سفر اشعياء اصحاح 64 يعني آه ايه يعني قويه جدا يعني يعني بعض الناس يا ريت نقراها يا ريت اي واحد اي شخص معانا مشاهد يحفظ الايه دي ويحطها في مخه ويستمر بيها باستمرار اشعياء 64 عدد ستة 64 مره تاني عدد ستة وقد صرنا كلنا كنجس كلنا كنجس نعم كلنا كنجس وكثوب عده كل اعمال برنا في ناس بيقولوا كحقائق الحائط كثياب باليه لا الايه هاي موجوده في اشعيه اصحاح 64 على 6 بتقول تعبير ده ايه كلنا كنجس وكثوبه عده كل اعمال برنا ودي كلمه عربيه قوي كعدة دي هي لما الست بتطلع عند اخواننا المسلمين يقول إنسان, إنسان نشوف عدتها يعني الثلاث شهور الدم اللي تبقى موجوده عشان يقدروا يجوزوها. العده هي العاده الشهريه او ال اللي فيها الدم بتاعت نجاسه الست. اعمال بل حضرتك صياماتك وصلواتك واختباراتك توصل للحاجه دي قبل المسيح قبل المسيح. لكن لما تبقى بعد المسيح ان الاعمال اللي موجوده فيك مطلوب انك تعمل اعمال مش ما تعملش احنا مش ضد الاعمال لان ايمان بدون اعمال ميت طبعا احنا مش ضد الاعمال اعمال حضرتك كده لكن لما تيجي قبل مع المسيح اعمال المسيح فيك المسيح جواك تذكرني بفتاة راحت للأسيس بتقول له ايه انا عاوز انضم في الكنيسة حتى الأسيس فالأسيس قال لها يا بنتي هسألك سؤال قالت له ايه اسأل يا ابونا قال له لو جالك الشيطان وخبط على باب قلبك هتقول له ايه قالت اقول له اتفضل خش قال ازاي يا بنتي تقول الشيطان بعدين طيب يا بنتي روحي ذهبي وبعدين بقابلك تاني بعد شوية قالت له انا عاوزك تكتبني في كنيسة عضو يا اسيس قال لها اسألك السؤال اللي سألتولك من ش... كم شهر لما يجي الشيطان يخبط على باب قلبك تقول له ايه؟ قالت له اقول له اتفضل. قال لي زي بنت تقول للشيطان اتفضل. وعاوزه تبقى عضو في الكنيسه. قالت له يا استاذ انا عاوز افهمك يسوع ساكن جوه في قلبي. اول ما يخبط الشيطان على باب قلبي يسوع يرد مين اللي بيخبط؟ يسمع صوت يسوع يجري. لان يسوع جوه. صح. مشي يم... فانا بعد التجديد بعد الخلاص او الحياه او الولاده او التوبه قول اسماءها زي ما حزب طيفتك حط زي ما انت حط اسمك حط الاسماء اللي انا عاوزها هي تغيير اتجاهي بالظبط انا يعني انا مش مع اي فكره مع اي حد غيرت اتجاهك من العالم من 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 ناحيه الجحيم الى ناحيه السماء من ناحيه الشيطان الى ناحيه يسوع من ناحيه الظلمه الى طريق النور اتجاه تتغير نعم. لما حياتك تتغير نعمه الله تقودك لان اولاد الله بروح الله منقدون هللويا امين امين يا حضره يعني نرجع لنقطه المهمه بتاعتنا ان هنا الاعمال اللي الانسان بيعملها زي ما ذكر يعقوب الرسول ايمان بدون اعمال ميت ده تاكيد ان الايمان الانسان المؤمن إذا عمل أعمال هو مش بيعملها عشان ربنا يعرف إن هو مؤمن لكن هو يعملها علشان الناس تشوف أعماله الحسنة وتمجد أباها الذي في السماوات يبقى معنى الكلام ده أن الأعمال التي يعملها الإنسان هي نتاج طبيعي للنعمة المعطاة لنا بالإيمان في يسوع المسيح يعني أنا لو آمنت بنعمة الله المعطالية بيسوع المسيح تلقائي هعمل اعمال المسيح الاعمال الحسنه التي تعلن ايماني للاخرين علشان الناس تقبلني وتعرف ان انا فعلا انسان مؤمن. نيجي للنقطه دي هتلاقيها موجوده واضحه جدا 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 الروح القدس بيقولها لنا في رساله افسس الاصحاح الثاني وتكملة لما قلناه عن بالنعمة أنتم مخلصون من عدد ثمانية بالإيمان وذلك ليس منكم نعم هو عطية الله عطية مجانية يأخذها كل من يؤمن بالإيمان يأخذ النعمة نعمة المسيح وهو غير مستحق نعم ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد أيوه اوعى تفتكر ان اعمالك هي اللي هتخلصك لكن اعمالك تعلن ايمانك بالرب يسوع لانه بيقول لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال نعم صالحه نعم قد سبق الله فاعدها نعم لنا يبقى هذه الاعمال الصالحه الرب معدها لك اساسا من الاول علشان لما تؤمن نعم تسلك كما يحق لانجيل المسيح. نعم. تؤمن بالنعمه ايمان بالنعمه النعمه هي التي تخلصك. هي منتهى البساطه يا رجل الله تعبير ايه بيقول ايه؟ ان كان انسان في المسيح فهو خليقه جديده. نعم. انا جمال لما قابلت ربنا يسوع ما بقيش جمال، جمال اتخلق خلق ثاني من جمال بتاع جمال ساعة ما دخل لحضرة الله وقال له أتوب أو أرجع أو سامحني هو جمال لكن لما طلع من الجنب الثاني خليقة جديدة شخصية تاني فالشخصية تاني تختلف عن الشخصية الأولى الشخصية الأولى محبة لكذا المحبة اتغيرت اتغيرت يعني رجل الله أليشع لما جاله نعمان وقال له خد الذهب ده بعد ما يشوفي اللي قدمه نعمان لاليشع بعد ما قعدت تحسبه بالوزنات طلع ما يساوي نعمان اللي قدمه لاليشع مش عارف كم مليون تقريبا حاجه زي كده يعني بالظبط 32 كيلو ذهب الوزنه بالظبط الوزنات دي اضرب اه اسعار الذهب بتعلى وتنزل يعني شوف النهارده 32 كيلو ذهب غير الملابس يعني الإشعاع قال له ايه حي هو الرب الذي انا واقف من امامه لا تأخذ منك شيئا ليه يا عمي؟ لإني شايف الابديه ارضها ذهب هيعمل به الذهب؟ يا ابني ده احنا بندوس عليه شوف التغيير التغيير مفهوم الدهب اللي بيحطوه الناس على صدورهم وعلى ايديهم وعلى وعلى على يعني ايديهم ويتزينوا بيه ده تحت الرجلين ده يا ابني انت عاوز يجيب لي من الارض وحط على من الارض السماء وحط عليك على كده على صدري وعلى جسمي هذا هو التغيير الخليقه الجديده يسوع جوايا هو اللي بيعمل الاعمال فيا امين, أمين. طيب نبص في نرجع تاني لروميا صح الخامس اللي احنا كنا بنتكلم فيه ايوه وفي ايه بتشدني قوي في عدد 15 نعم بيقول ايه عدد 15 صح الخامس من رساله روميا ولكن ليس كالخطيه هكذا ايضا الهبه لانه ان كان بخطيه واحده مات الكثيرون فبالاولى كثيرا نعمة الله وهي العطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت لكثيرين امم يعني إيه الكلام ده أيوة إيه ورينا كتاب أن بشخص واحد اللي دخلت الخطية وجدت من خلال آدم دخلت الخطية بالإنسان طبعا الهبة والهبة الله عطيت الله لكثيرين من خلال نعمه يسوع المسيح من خلال عمل المسيح لا. يعني آه انا بذكر آه القصه لما ادم الرب حطه في الجنه قعد في, في الجنه ورب عطاله حواء والدنيا مبسوطه ادم بخطيته طلع الناس الى الارض الارض اللي قال عنها الكتاب عنها تنبت شوكا وحسكا نعم وقال تعبير صعب قوي بعرق جبينك يعني بالعرق تاكل خبزا خبزا ما لما هتغمزها تعمل ايه هتاكلها بدمك صح والناس بتموت الايام دي من الشغل عشان تاكل اللي بيشغل واحد بموته وبيمص دمه عشان يلقى يلقى, يلقى ما ياكل فبيقول له خبزا بس، شوف التعبير بعرق جبينك تاكل خبزا. ادم خدنا بانسان من الجنه وطلعنا الى ارض شوك وكننا العيش بالعرق، الخبز بالعرق. يسوع خد اللص اللي اليوم تاكل معي في الفردوس، ما جنة صح ما بي من غير اي حاجه بيسوع وبدمه وبفدائه وبعمله الكفاري هو استطاع ان ياخذنا من خلال هبه الله العظيمه المباركه ده اللي بيحدث معانا في عمل الرب يعني احنا نقدر نقول ان عمل ربنا مش لناس معينه لا طبعا او النعمه بالذات اللي اعطيت من قبل الصليب او نعمه المسيح اللي احنا نتكلم عنها النهارده اعطيت لكل البشريه ايوه الغني أيوة. والفقير والجاهل م. والمتعلم ايوه والعبقري والمراه وكل الديانات وكل الديانات كل انسان على وجه البسيطه ايوه طيب ايه اللي يفرق الناس عن بعض بالنسبه للنعمه ولا ما فيش فرق؟ في فرق بين الانسان اعطي الانسان نعمه متساويه لكل الناس نعمه الله متساويه بس هو يقبلها او ما يقبلهاش يعني هو يا بلا أقول حطك حاجة رجل كان في واحد في في أيام المسيح كان سمعان يقول رجلا بارا تقيا مشهود ليه سمعان ده وكان ينتظر تعزية إسرائيل كبر جدا في السن وكان عليه الروح القدس يعني كان إنسان برضه عشان افهم الناس سمعان الشيخ ده كان عنده حوالي 300 حاجه و تقريبا لان هو كان من 70 شيخ اللي تم استخدمهم استخدموهم لترجمه العهد القديم الى اليونانيه فهو كان مسؤول عن ترجمه سفر إشاعية واول ما كتب هل العذراء تحبل وتلد ابنا ايوه فقال ايه ده عذراء تحبل ازاي؟ رفض انه يكتب هل المراه تحبل وتلد ابنا يلاقي الروح القدس ولا اكتبها زي ما انت بتترجمها لا مكتوبه في النبوه مكتوبة في النبوة. وكذا مره وبعدين الرب بالروح القدس قال له لن تموت إلا ترى هذا الخلاص فده هو سمعان الشيخ اللي دخل الهيكل وكان داخل لما شاف لما كانت واخده آه العذراء مريم يسوع الطفل علشان يختتن كما عادة اليهود يوم الثامن آه رآها هذا الشيخ وابصر عيناه ابصرتا خلاص اسرائيل. كان النبوه ليه انه يمنتظر تعزيات اسرائيل. نعم. هو كان كده منتظر تعزيات اسرائيل. لما حط يسوع على بين ايديه وكان طفل ثمان سنين قال ثمان <applause> ايام ثمان ايام ثمان ايام وحطه في بين ايديه فقال له ايه؟ لا 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 انت مش انت مش مش لاسرائيل. انت نور للامم شوف كده قال له تاريخ انت مش محدود انا فاكرك بتاعنا بتاع اليهود يعني زي بعض الناس عاوز الله يبقى بتاعهم هم بس لا قال له انا يعني انت مش بتاعنا ده انت بتاع. انت نور للامم ومجد لاسرائيل يسوع نوره وصل الى كل العالم في كل الشعوب في كل الجماعات موجود لله ليه شعب مميز، يعرف الرب وبيتقابل مع الرب، قال له انت نور للامم ومجد لاسرائيل، ده اللي عمله نعمه ربنا اعطيت لكل الناس. لما بيقول للسميريه التعبير الجميل، قال لها اسجيني. قالت له يعني ازاي انت يهودي وانا امراه سميريه وتطلب مني ما انا يعني انسانه يعني السامرية و... 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 وست وانت راجل قال له لو علمت من يكلمك كلام جميل كلام ملوش يعني ملوش لو علمت من يكلمك للاسف الشديد انا واقف قدامك ومش عارفاني يعني انت مين بالظبط يعني لطلبت منه انك ماء ان تشربي ما ايه انت, انت انت لسه من شويه بتقول لي يديني اشرب تطلب انت مني ميه يعني انت بتطلب مني ميه تطلب مني ازاي ميه؟ راح يا يسوع انت قالت له قالت له البئر عميقه وللاسف ما عندكش دلو وقال تعبير غريب وانا احب يعني المشاهد ياخد باله منها بيقول هذه البئر التي اعطانا منها اعطاها لنا يعقوب شرب هو هو وبنوه ومواشيه يعني الميه دي شرب منها الناس والبهايم يعني يعني شرب منها الناس والحيوانات لكن نعمه الله مش لحد تاني غير للناس لكن الانسان الخاطئ البعيد اللي يقول يشبهوا الرب بالخنزير وبحاجات بحاجات تاني والستوري يعرف قني والمعنى والشعب ما بيفهمش وبيسبق رب قال الميه دي الموجوده اللي في البير بتشرب منها يعقوب واولاده ومواشيه لكن الميه التي اعطيها انا من يشربها تكن له حياه لن يعطش الى الابد ودي نعمه ربنا اللي لما اعطاها لينا مش هنعطش من يشرب من هذا الماء يعطش لكن اللي يشرب منها من عندنا ما يعطش لن يعطش الى الابد بل تخرج من بطنه نهار تخرج من حي. بطنه انهار ولا فاكر لما الابار تمرها الفلسطينيين في ايام اسحاق كان اسحاق رجل سلام وما كانش بتاع حرب وكان ابراهيم فحر ابار لي فلما طلع الفلسطينيين على اسحاق طمروا للأبار فلما طمرت الابار خلاص اتجفلت زمان يفحتوا بير وما لقوش ميه ويفحتوا في حته تانية عمليه بير دي معجزه عشان يلقوا بير يعني صح لكن الابار دي موجوده لكن مطموره انا كمؤمن خدت نعمه ربنا بيجي ابليس يروح جافل البير بتاعت الميه بتاعت حياتي لكن في ميه جوه تحت ميه ما تقطعتش لان دي ميه فعاد اسحاق ونبش الابار فاول ما تيجي لربنا من جديد ان كنت ضعفت ان كنت بعدت عن ربنا ان كنت عملت كل الخطايا ان كنت زغت في حته مش كويسه ان كنت رحت الى اماكن الخمر والمخدرات والزنا وك... عود وانبش النهارده الابار الميه موجوده جواك آه. و... والنهارده دا... مش الميه بس في العهد القديم ميه النهارده احنا في الجديد بالنسبه لنا نبع تجري من بطنه النهار ماء يعني خلى الله مياه دي نعمة الله الموجودة النهارده اللي تخليك تتمتع بالحرية والماء المتدفق من داخلك إلى الشعوب اللي حواليك ويستخدمك الرب استخدام غير عادي أمين أمين يا فعلاً استخدام الإنسان للرب بيستناه أنه يسلم حياته للمسيح نعم له يا رب أنا بسلم لك حياتي أنا بغير اتجاهي أنا نعم. بعمل تغيير مسار بغير اتجاهي من ظلمة العالم الى نور المسيح لا. الى نور ومجد ابن محبته المجد المعد لنا قبل تاسيس العالم حقيقي. احنا معد معدلين هذا المجد قال اه لان انا اقمتكم عشان تاتوا بثمر ويدوم ثمركم انا اللي اخترتكم انا اللي اقمتكم ده فعل ماضي ده من زمان الله طب وما احنا فايدتنا ايه وبنعمل ايه الرب لا يقتحم حياتك الرب واقف على باب قلبك يقرع هل ما يقدرش يخش الباب يقدر لكن هو لا يقتحم حياتك يقول لك انا واقف على الباب اقرع ان فتح احد الي ودخل ادخل وفتح لي ادخل وأتعش معه وهو معي يعني الرب بيقول لك انا مستني مستني الفرصه زي ما قال حضرتك الاسيس الرب بيتلكك عليه طب انا انا كنت مؤمن وسلمت حياتي للمسيح بس ضعفت فازاي اقدر اقول لي رش ربنا تاني لا تشمتي بي عدوتي عدواتي كلما سقطت اقوم ده الرب بيقول لك الكلام ده وبعدين ما تطفئش الروح لا 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 تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه ما تديش فرصه لابليس انه ينتشر كمل بقيه الايه بل امتلئوا بالروح هنا الرب بيقول لك ان النعمه المعطاء لك من قبل ابني على الصليب تخلص من كل خطيه وتحول عمل الانسان الى عمل نقي الى عمل صادق الى عمل مقدس لانك انت تلتصق بالقدوس فإن التصقت في القدوس تصبح قديس والناس يروا أعمالك الحسنة ويمجدوا أباك الذي في السماوات نبص كده مع بعض في رسالة روميا والإصحاح الحداشر بيقول في عدد ستة لأن فإن, فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال وإلا فليست النعمة بعد نعمة طبعا. يعني إيه لازمتها بقى ده بص الروح القدس بيأكدها لنا دي وان كان بالاعمال فليس بعد نعمه أيوة والا فالعمل لا يكون بعد عمل يعني ايه الكلام يعني عملك هو نتاج طبيعي لايمانك بالرب يسوع نعم وايمانك بالرب يسوع يعطيك النعمه بالنعمه انتم مخلصون لكن مش تاخد النعمه وتبلط لا لازم تنمو في النعمه نعم تقول يا رب انا انا كنت بشرب لبن دلوقتي انا عايز اكل لحمه الرب يقويك وينقلك قول له يا رب انا كنت واقف على الشط لكن انا عايز ادخل معاك الى عمق يدخلك هو ما يجبركش نعم يسيبك انت اللي تختار. انت لو عايز هيقول لك تعالى. طبعا. لكن لو مش عايز حر. النعمه <applause> مش بس بتدي <applause> يعني حاجه جميله يعني شعب اسرائيل لما كانوا زمان بيقدموا ذبايح فالواحد يروح يسافر من بلد ويروح يغير في العمله بتاعته من عملة العاديه الى عملة الشكل بتاعت الهيكل. نعم. ويشتري خروف. وهو ماسك الخروف يعني ارجو ان المشاهد يعني يتصور معايا القصه دي. وهو ماسك الخروف وماشي بيه كل الناس عارفه ان الراجل ده عامل مصيبه والخروف ده ذبيحه عشان المصيبه اللي عاملها. طبعا <applause> الذبيحه فضيحه. <applause> انا ماسك خروف ورايح بيه رايح اقدم للكاهن <applause> يا ناس يا ناس بصوا علي انا واخد خروف عمل مصيبه. عامل له فضيحه الخروف يعني عامل فضيحه لكن يسوع تجيله له وبينك ما بينه تعترف يسترك ويغفرك ويغفر خطاياك وما حدش دي نعمه دي وحدها نعمه كبيره طبعا. ان حضرتك ما تتفضحش تدخل الخاطئ يجي ربنا ويعترف له ويقول له يا رب انا غلطت ويقول له يا رب انا سامحتك والخطيه عاد إيه, ايه طلع مبرر الرجل اللي, اللي قرا على صدره وقال له ارحمنا انا الخاطئ ونزل الى بيته مبررا في فرق بين يعني ياخد براءه او او, مبرر يعني لا ده مبرر تماما يعني عمل حاجه واتبرر عمل حاجه وربنا برره رغم انه عمل مش بريء لا لا ده ده اتبرر واحد بريء يعني على طول براءة انه ما عملش حاجة ودخل قضية وخد براءة انا ما عملتش حاجة خد براءة لكن مبرر يعني عمل حاجة واتبرر تفرق كتير بين البراءة والتبرير البراءة ان انا رحت قضية وطلعت مظلوم وخدت براءة فيها انا ما عملتش حاجة لكن مبرر ده أنا عملت واتبررت من خلال دم المسيح من خلال عمل المسيح من خلال النعمة فالمسيح على الصليب وعمل حاجة حلوة يسوع على الصليب في بعض الناس من المشاهدين تقول أنت خاطي ولكن لا مش خاطي أوي يعني. مؤمن لا برضو مش مؤمن أو يعني. ما أنت بالظبط إيه نوعك يعني أنت خاطي ولا مؤمن لا أنا مش عارف سوح على الصليب لما اتصلب اتصلب في النص ما جاش على اليمين ولا على اليسار. حاجه حاجه يعني ربنا عاملها والسماء عاملها بخطه مرسومه واضحه. واحد على اليمين واحد على اليسار. الاتنين لصوص. الاتنين مجرمين. الاتنين رايحين الجحيم. واحد قال له اذكرني منهم والتاني ما صلاش فالله قسم العالم لاثنين خاطي مبرر وخاطي لم يقبل تبرير المسيح ما فيش ثلاثة ما فيش بين اثنين انت بررك خدت نعمة ربنا وتبررت ولا انت مصر وعايش في حياتك ما فيش بين بينين اوعى ما فيش ثلاثة لا اتنين قسم الرب العالم الى اسمين هو على الصليب واحد على اليمين واحد على اليسار انت في مين انت من اي نوع انت من النوع اللي خدت تبرير من ربنا ولا انت لازلت اليوم بنفس خطاياك دي النقطه المهمه لازم تعرفها نعم ده ياكد لنا ان نعمه ربنا نعم لجميع الناس طبعا عشان كده الرب ما كان مكان واقف على الصليب زي ما هو مصلوب كان مصلوب بين واحد قبل المسيح وواحد لم يقبل من قبل المسيح. المسيح طبعا واحد قبل تم النعمه قبل النعمه وتم تبريره أيها. ومحيت خطاياه وواحد فضل في خطاياه ونزل الى الجحيم أيها. واحد دخل الفردوس وواحد ذهب الى الجحيم يعني معنى الكلام ده ايه يعني معنى الكلام ده ان الانسان ملوش الا طريقين اما الباب الحقيقي المؤدي الى الحياه الابديه في حضن يسوع المسيح او الباب الرحبة المودي إلى الهلاك ما فيش حاجة في النص اوعى تفتكر إن في حاجة في النص اوعى الناس يخدعوك ويقول لك في حاجة في النص لا ربنا ما عندوش ألوان الخطية مهما كانت صغيرة هي أمام الله كأنها كبيرة ليه؟ لأن أمام الله خطيتك غير محدودة لأن الله أساسا غير محدود فما ينفعش أن أنت تقف في حضرة الغير محدود إن لم تستمد اللامحدوديه من شخص غير محدود ونفس الوقت ده الشخص ده يبقى زيك مين هو الشخص ده؟ ما فيش الا يسوع المسيح نعم اللي هو كان مخلي لذاته نعم واخذا صوره عبد وصائرا في شبه الناس نعم علشان يطيع الموت موت الصليب لانه انسان كامل بلا خطيه أد... لان نعم. الجميع زاغوا وفسدوا نعم اتذكر حاجه حدثت معايا اتفضل يعني اختبار شخصي انا كنت بصلي في كنيسه في اسيوط نعم وفي الكنيسه في الكنيسه اللي في اسيوط واحد في الشارع سكير بيشرب خمره نعم فانا احنا قاعدين بالليل نصلي مع بعضينا الشباب او قاعدين نقعد نسهر في الكنيسه شويه فالراجل ده يروح داخل الكنيسه علينا سكران وقول لي يا رب انا عاوز اتوب يا رب انا عاوز اسلم حياتي يا رب ويبتدي يبكي ويصرخ انا اقول ده بيتوب ها ده جاي بدموعه وبيصلي اقعد اصلي معاه انا وابكي هو يبكي وانا ابكي ويا رب غير ويا رب وياخد فرصه وبعدين تاني يوم القاه سكران يجي تاني يوم بعد يدخل الكنيسه كم يوم يروح داخل الكنيسه انا عاوز اتوب انا عاوز ابطل الخمر انا عاوز ابطل جا. يبكي ويرجع تاني طبعا حاجه يعني كان كل شويه يدخل لي ايه اي. كل مره لما يجي سكران انا ما بسالش فيه يعني ما بيجي فايده بعدين رحت نهضه من النهضات وانا بخدم واحد دخل في الاجتماع وقال لي هذا التعبير انا اللي قدامك دكتور في العربيات بتطلع العربيات. لكن اتجوزت ومراتي سابتني وعيالي سابوني ونايم في اوضه على الارض على مفرش ما تتخيلش وعلى مخده ما تقدرش تشوفها. انا بشرب حشيش بشرب مخدرات كان في حاجه زمان اسمها افيون وبشرب خمره وبشرب سجاير يقدر يسوع يخلصني انا بالي يعني ده الراجل بتاع, الم... بتاع الخمره اللي في بي... عندي الكنيسه بتاعتنا ييجي يجي يقول لي شويه يصلي لي ويرجع ويرجع تاني فانا قلت له بصراحه انا ما شفتش اوحش من كده انت 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 وحش قد ايه؟ يعني ما, ما... واحد بخمره بس مش قادر فقلت يعني قلت له صلي وارحمني ارحمني انا ما انا حسيت هيستنزف وقتي انا عاوز اتكلم مع الناس هنا واصلي مع ده واصلي مع ده فالراجل قاعد يحكي لي مشكلته وانا يعني قلت له انا ما شفتش اوحش منك بس قلت له ارحمني كلمه عاديه وسبته هو قعد مكانه وانا مشيت من من البلد ورجعت تقريبا بعد سنه وشويه وفوجئت ان الأساس قال لي في شخص مصر انك انت اول واحد تتغدى عنده في في اليوم اللي اول يوم اللي جيت ورحت فقال لي رحت البيت لقيت في بيت وحاجه عفش وراجل لابس قال لي انت عارفني مين؟ قلت له لا مش عارف قال لي فاكر الراجل اللي جالك من سنه ساعه ما كنت من سنه كنت هنا قلت له قلت له ما شفتش اوحش من كده قلت له انا بذكر حاجه زي كده بتاع الحشيش والمخدرات اللي, اللي, اللي انا حسيت هيضيع وقتي قال لي انا قلت له بالظبط قول لي ازاي بطلت الخمر؟ لا فين ده حاجه مصيبه ازاي؟ ازاي بطلت الحشيش؟ ده عاوز مصحات يا ابني عشان يعني في, في, الايام اللي احنا فيها دي انا طبعا ما عارف المصحات يعني لكن عاوز اقول اللي زي ده عاوز مصحات يدخل فيها قال لي قعدت ابكي وحسيت انك انت مش عاوز يصلي معايا وفعلا ما عاوز اصلي معاه يعني حسيت انه هيضيع وقتي، يعني لكن ال... انا قلت له صلي ورقة ورقة وخ... ومشيت. قال وال... شيء غريب قعدت تبكي بدل ما اطلع اشتري خمر اشرب سجاير حاجه جات كده كرهت كل حاجه. ازاي ربنا عطاني دم جديد؟ ازاي ربنا غيرني انا مش عارف. نعمة الله تفاضلت جدا. امين. يا رب استغثت بك فشفيتني. انت غرقان في الخطية؟ نعمة الله تنقذك. امين. واحد يقول لك انا اقدر زي ما بي... انا اقدر اتخلص، انا اقدر اتوب، انا اقدر ايه رايك بطرس اللي طولت عمره اتولد في البحر. في المية السباح الموجة كانت اقوى منه غرق لما مع المسيح غرق وكان محتاج السباح اللي بتاع المركب ده اللي بعيد في المراكب ايد ربنا تطلعه من اللي بيفهم فيه نعم علشان بعد نظره عن الرب يسوع فغرق هو بطبيعته سباح آه. بطبيعته بعيد في, في البحر واحد صياد يعرف يعوم طبعا لكن الموجه كانت شديده اقوى منه. الخطيه اقوى منك. الخطيه اللي بتقول انا اقدر ابطل وانا اقدر وانا اقدر انت ورا الخطيه اللي انت مش شايفه الشيطان نفسه ورا النعمه يسوع. وعلى تفهم ان كانت الخطيه قويه فالنعمه اقوى لان وراها الاله الحي. هللويا هللويا فانت النهارده بين كره. بين اثنين آه. انت بين اثنين انت بين قوه الشيطان الخطيه اللي انت تقول انا اقدر ابطل دي ما تقدرش لا تقدر تبطل الزنا ولا تقدر تبطل الكذب ولا تبطل الخناق ولا تقدر تبطل العصبيه ولا تقدر تبطل السجاير ولا تقدر تبطل الشتيمه والكذب والنصب والسرقه ما تقدرش ولا واحده تقدر تغيرها لكن يسوع المسيح النهارده زي ما غرق بطرس في الميه قوله نجني يا رب نعم. فمد يده فمد يده وأنقذه أمين أمين نعمة الله الغنية نعمة, نعمة, نعمة يسوع حللوه. نعمة المسيح النعمة اللي الرب مستني أنك تاخدها لأن يعني. أنا بشهد لكم أنه لولا نعمة ربنا أنا ما كنتش شفت ولا عرفته. ولا واحد فينا ولا أي مخلوق يقدر يعرف الحق إن لم يقبل يسوع مخلص هو ده الطريق الوحيد اللي انت محتاجه علشان تقبل حياه جديده، ورب ينقلك نقله جديده، فتعالوا بينا نصلي هذه الترنيمه ونقول له لولا النعمه ما كنت اشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. نعم. انا مديون لك انا مديون لك يا رب بعمري يا اللي فادتني بسفك دماك مبارك اسمك يا رب. لولا ما كنت نشوفك ولا كان ليا مكان في سماك أنا مديون ربي بعمري اللي فادتني بسفك دماء ما أصلي كنت معاصي عاصي طول أيامي وكنت معاصي تقدر البطارية كل كياني من رجلي الهام راسي لولا ما كنت أشوفك ولا كان ليا ما كان في أنا مديون ربي بعمري قلبي لي سفكي يا انا يعني حاول وكنت بحاول اجد الراحه ما كنتش طايل عشت في وهم سنين خدعتني شهوه عيني على ننزل لولا ما كنت اشوفك ولا كان ربي بعمري ياللي اللي فادتني بسفكي دماء نعمة غنية تجهت ليا فكت نفسي من العبودية لما نداني يسوع ودعاني حالا قلبي اتغير فيا ولولا ما كنت ولا كان لي أنا مديون ربي بعمري ياللي فادتني بسفكي دماء نعمة كَفِي طول الرحلة من بدايتها لحد الوقت ماشية معايا كل تاخدني معاك ولولا النعمه ما كنت اشوفك وانا كان ليا مكان تساعد، انا ما ربي بعمري ياللي خدتني سفكي امين لولا النعمه نعم لولا النعمه فعلا نعمة الرب الغنية نعم هي اللي غيرتني طبعا وهي نعم اللي غيرت ناس كتير وتقدر تغير ناس كتير لأنها غير محدودة لأنها نعمة الإله السرمدي الإله الأزلي الأبدي اللي ملوش حل وملوش حد الرب يستطيع كل شيء يقدر لو أنت دلوقتي قدامك مشكلة قول له يا رب أنا قدامي المشكلة دي ومش قادر أحلها انا قدامي الخطيه دي ومش قادر ابعد عنها انا قدامي الفكره دي ومش قادر اشيلها من دماغي الرب يقدر يساعدك بس اساله وتعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم الرب مستنيك بيقول لك تعالى 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 الي وانا هاجي لك في نهايه حلقتنا حتى الاسيس ترفعنا في طلبه صلاه من أمين. اجل تثبيت الكلمه أمين. ومن اجل سكيب للنعمه أمين. وللروح القدس في كل انسان شهدنا النهارده امين امين ابانا نشكرك من اجل هذه الفرصه نعم يا رب التي منحت لنا ان نتحدث عن عمل عمل شخصك المبارك العجيب نعم يا رب اللي فيه عقولنا تتوه ونعيش نتكلم طولة عمرنا ما نقدرش نعرف أبعاد هذا المجد العظيم يا رب نشكرك لأن النعمة العظيمة الكبيرة دي اللي جاءت من السماء علشان تمشي وسطينا وعلشان يا رب تعطينا نعمتك وتعطينا سلامك احنا بنشكرك على هذا العمل الكبير يا رب نعم يا رب نعم. خلينا نصدق يا رب خلينا نؤمن لا تسمح لابليس ان يشككنا ويخوفنا محبتك يا رب كبيره دعنا ان نكون اطفال علشان نندفع ونصدقك ونقبل نعمتك التي من خلالها يا رب ناخذ خلاص ونقيم ونذهب ونعيش فيها ذاكرا يا رب اخي من رافقنا وكنا معه يا رب هذه الفرصه ومنحت لنا الفرصة أن نعيش لهذه اللحظة أن نتكلم عن نعمتك بارك عملك فينا أه. استخدم يا رب الكل مجدك القناة والمسؤولين وكل من يعمل يا رب في هذا المكان في اسم يسوع أجيبنا ولك كل المجد آمين آمين ربي باركك عطر أسيس بارك سعدت بلقائك وأكيد يبالينا لقاءات تانية لما تيجي من مصر مرة أخرى ربنا يباركك ويوصلك بالسلامة مع حضرتك. ربنا والكلام الجميل اللي رب عطاه لك امين ونعمه ربنا في حياتك امين ربنا يباركك يا عبد العزيز احبائنا المشاهدين سعدنا بلقائكم ونشوفكم على خير الاسبوع القادم مع همسه جديده وهمسات عابر